عملية رعاية ديال 2018 هي النسخة الثالثة ديال هذه العملية، اللي الهدف منها هو الانخراط والمساهمة في البرنامج الوطني ديال مواجهة الآثار ديال البرد والتساقطات الثلجية في مجموعة المناطق. سبعة الجهات اللي كتهم هذه العملية و28 إقليم. تيكون بطبيعة الحال التعبئة ديال الإمكانيات البشرية وكذلك المادية وكل ما يتعلق بالتجهيزات. 350 مركز صحي اللي معني بهذه العملية، غيكونوا خرجات لوحدات ميدانية متنقلة، وحدات طبية، الكشف بالصدى، مختبرات متنقلة، وحدات راديو متنقلة، أكثر من 300 سيارة إسعاف اللي هي معنية، أربعة المروحيات عند الحاجة، هاد أكثر من 160 قافلة طبية اللي غتنظم كذلك في مختلف هذه الاقاليم. واحد 5 مليون ديال الدرهم اللي رصدناها كميزانيه اضافيه بالنسبه للادويه، اضافه الى ما سنعبئه من خلال الشراكه مع القطاع الخاص، لا فيما يخص الادويه عبر الشركات ديال الادويه، ولا فيما يخص الموارد البشريه وبعض المعدات اللي يمكن يوفروها الجمعيات ديال الاطباء الاخصائيين اللي حاضرين معنا اليوم في اطار هذا اللقاء. اذا هي عمليه وطنيه، والهدف منها هو التقليص من يعني الاثار ديال هذا المجاهدي، وفي نفس الوقت فيما يخص يعني الاهداف اللي كنسطروها، فاحنا الهدف هو انه يكون واحد الاليه برنامجيه اللي يمكن نحسنوا بها الاداء ديال التدخلات ديالنا في الوسط القروي في المناطق الجبليه، خاصه في هذه الفتره الصعبه من السنه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.